اليوم والحقيقة هو من تنظيم مؤسسة الرؤية العالمية بالتعاون مع المؤسسات الموجودة بالمنطقة بقضاء بنت جبيل. نوجد بتبنين اللي هي بقلب قضاء بنت جبيل، كل الضيعة بتقدر تتوجه لها. هو النشاط هو بيئي صحي، بيتناول كل المشاريع البيئية، يعني التوجيه الشبيبي الأهالي الأمهات الأولاد حول البيئة وحول النظافة الشخصية. هدف النشاط هو توعية صحية، بنحكي مثل مواضيع عن التدخين، عن المخدرات، عن السواقة المبكرة، كمان بنحكي عن الغذاء الصحي، شو المضار إذا أكلنا أكل مش صحي مثلاً. كمان في مثل ألعاب، من خلال ألعاب ترفيهية بنوصل العادات الصحية السيئة كيف هي وكيف فينا نحسنها كمان. الأولاد اليوم كتير مبسوطين وكتير عم يتسلوا وكأنه ما بيزهقوا، في كتير أشياء يعملوها من محل لمحل وكل شيء مأمن. شادي كيفك؟ شو صار معك؟ ليش هالقد كنت بعيد عنا؟ بدي الشنطة يا ريم، فيها البوصلة. بوصلة؟ روج يا كابتن تشوفي بدنا نفل. وين معقول تكون؟ على لا عم تسمع؟ شو هيدا الصوت؟ يا ماما أنا خايفة. بشنطة الكابتن بوصلة، الشمس بتضوي أجمل أحلى أمل بلدي ومتأمل هذا النشاط يرجع ينعاد سنة الجاي وكل سنة، وكمان كل سنة عن سنة يكون أحسن وأفضل.